السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا بيستخدم الذكاء الصناعي في اكتر من حاجة، زي مثلا كأنك بتتكلم مع شات جي بي تي 4، زي ان انت تقدر تحول تكست لصور. في جزء خاص هوت بجي بي تي 4، في ان انت تقدر تعمل شات مع الاي اي، في اي اي ايمج وهكذا، في ان انت تحول تكست لصوت. يعني يغنيك عن موقع كتير جدا، تقدر ان انت تعمل شات معاه، تقدر ان انت تديله برومت ويبدأ يعمل لك علاية صور بالشكل دوت، تقدر ان انت تعمل تقول له انا عايز مقالات معينة، عايز اكتب ايميلات، عايز اكتب بروجرافي، لان هو يعمله لك، يحول لك تكست لصوت. دي الاسعار، تمام. هيقدر يعمل لك 3000 كلمة في الشهر، 5 صور في الشهر، تقدر تعمل صوتين بس. دي الخطة اللي هي مجانا، في اللي هي $5 في الشهر. ممكن اقول له بقى ايه لوج ان، او لو جديد هتقول له ساين اب. فهو بيقول لك ان انت تقدر تعمل ابجريد للحساب بتاعك. هتلاقي هو بيقول لك اعمل شات، تقدر انت تختار تعمل شات او شات مع بي دي اف، يعني هترفع له ملف البي دي اف وتبدا ان انت تساله، ويبدا ان هو يجاوب معاك على الاسئله من خلال الملف دوت. يعني مش هيبدا يدور على النت او قاعده بيانات، لا، هو هيركز على الملف دوت، بحيث لو في اختصار معين يقول لك اختصار ده ايه من خلال الملف دوت، او ممكن تقول له اعمل لي مقارنه بين النتائج وهاتلي افضل نتيجه وهكذا. في ان هو يعمل لك باراجراف، ان هو يعمل لك مثلا ايه اللي هتقوله مثلا في الفيديو، يبدا يكتب لك التكست المفروض ان انت هتقول لو انت عايز تتكلم عن موضوع معين، حاجات خاصه بالانستجرام. عندك هنا الشات مثلا، ممكن تبدأ تسأله. هنا بيقولك ان انت تشتغل على جي بي تي 3 تيربو، ممكن تقول له جي بي تي 4 وهكذا. في حاجات بتبقى مجاني، وفي حاجات محتاجة ان انت تعمل ابجريد، تمام. ممكن تقول له انا عايز اتكلم مع شات مع البي اف او الدوكومنتس، تبدأ ترفع له الملف، او تقول له اعمل لي صور، او تقدر تعمل تشوف البرومت لايبراري اللي عنده. ممكن مثلا تسأله مثلا ما هي اكبر مساحة للدولة العثمانية مثلا، فيبدأ ان هو يفكر في الاجابة ويدور عليها ويجيبها لك. 2.5 مليون كيلومتر مربع سنة 1913. لا اعتقد في مساحة اكبر من كده. طيب على العموم، ممكن بقى تبدأ تخش على التمبليت وتشوف الملفات اللي انت رفعتها. ممكن تيجي هنا على الـ AI image وتبدأ تكتب له التكست اللي انت عايزه، وتقول له انا عايز استخدم مثلا Stable Division XL، او عايز استخدم ده، او عايز استخدم دوت، عايز الـ HD Quality، بس طبعا هيستهلك نقط اكتر. ممكن تقول له مثلا Egyptian ايجيبشن اي حاجه كده، تقول له اعمل جنريت. هو بيقول لك دي بتمن نقط، تمام. ممكن تقول له انا عايز صوره واحده او اتنين او تلاته او اربعه. الاوتبوت اللي هم اكتر من كده، ده اعتقد في الاطارات اللي هي بفلوس. في امكانيه برضو تيم، يعني تبعت لاصحابك وتضيفهم بحيث ان هم يشوفوا النتائج اللي حصلت ويبداوا يشتغلوا معاك في نفس الحساب. هيبدا يعمل الصور اهوت، هي صوره واحده خد. تعالى انا اعتقد ان هو عمل حاجة معينة كده، جاب واحد فرعوني مثلا، تمام. بيقولك لو انت عايز صورة اكبر لازم تعمل فلوس. طيب ممكن نحملها وبعد كده نكبرها احنا بقى بطريقتنا اهي. اشوف او عنده اي حد مصري بلابس زي فرعوني على طول يعني، تمام. هو موقع جميل وكويس، اتمنى يكون مفيد ليكم ان شاء الله.